طيب فضيلة الإمام، لما الزوجة تجد أن زوجها بيدخل على هذه المواقع كل ليلة، وأصبح الأمر بالنسبة له ليس في السر، وإنما الزوجة تعلم والأولاد قد يعلموا، كيف يكون التصرف الشرعي من قبل الزوجة؟ أولا الدعاء، تدعي له في كل صلواتها أن ربنا يصرف عنه هذا السوء وهذا البلاء. وثانيا الاستمرار في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وثالثا انت عارف يقولوا عليها ايه، يعني استدراجه الى الخير، واخد بالك ازاي؟ ولكن بلوى قد يقع فيها على فكرة زوجها، وقد يقع فيها ابنها او بنتها او حاجة زي كده، او عزيز لديها، ولكن هذا مؤداه هو الدعاء واستمرار الإنكار بصورة مستمرة ودائمة وكذا، ومحاولة الاستدراج دي. هل هذا الشخص، لا أقول بقى مدمن، الذي اعتاد هذه العادة السيئة، هل أصبح على قلبه ران خلاص؟ يعني هل ربنا أحال ما بينه وبين قلبه، أم يمكن له أن يتوب وأن يتحكم في هذه النفس؟ وكيف فضل الإمام تنصحه في خطوات أن, 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 أن تساعده في أن يقلع عن هذه العادة السيئة؟ هو كان في حاجات بينصحنا بها مشايخنا لأمور أخرى، حكاية الانخلاع من العادة، من أي عادة وكذا إلى آخره، وكانت حاجات إحنا كنا شايفين إنها شوية غير تقليدية يعني، أو بيفكروا خارج الصندوق زي ما بيقولوا. ومن ضمن هذا الاستحمام، فيستحمى مرتين في اليوم، إذا كان بيستحمى مرة استحمى مرتين، إذا كان بيستحمى كل ثلاث أيام في البرد استحمى كل يوم مرة، واخد بال سيادتك إزاي؟ فالاستحمام له أثر غريب في الإقلاع عن مثل هذه العادات. يعني طبعا في ناس ما يعني إيه الربط، هو ما فيش ربط ولا حاجة ولا في، إنما بالتجربة. والتجربة معناها إيه؟ يعني مش ضروري يعني كل واحد هيجرب هذا، لكن لو استمر على هذا انه كل ما يأتيه الآتي انه تفرج يقوم يستحمى، هتلاقي تغير. هل يحل هذا التأثير بالوضوء؟ يعني الوضوء اقل شأنا من الاستحمام. الوضوء بيعمل حاجة، بيعمل، ولما نقول له طيب إذا استحال الاستحمام وكذا إلى آخره فعليك بالوضوء، الوضوء الوضوء، يبقى يتوضى كل صلاة، ويتوضى كثيرا، ويتوضى يعني يتوضى للنوم، ويتوضى للخروج، ويتوضى وهكذا، يتوضى له 7-8-9 مرات. طيب.